انا ماما محمد شوقي، انتوا عارفين كلكم مين محمد. محمد ضحى بحياته كلها وشبابه وعروسته وكل حاجة عشان فضل مصر، عشان يحافظ علينا لآخر لحظة، وكله ينزل ينتخب. هو الرئيس مش وحش، احنا اللي وحشين في حق بعض، عشان احنا اللي بنموت بعض والله، عشان احنا المصريين اللي بنأذي بعض وبنموت بعض. محمد كان إنسان كويس جدا، وانتوا كلكم والبلد كلها عارفة محمد مين. محمد ما كانش بيحب الغلط، ولو موجود وشايف اللي احنا فيه برضه كان قال للناس انزلوا. انا اللي بطالبكم تنزلوا. هو الراجل ده ولا غيره ولا اللي هيجي هيشيل، هي مصر هي تعبانة من قبل ما يجي. وربنا يرحم شهدائنا، ولولا العساكر دي والضباط دي كنا بنسخن من سوريا. عشان خاطري، عشان خاطري انا اللي بقول لكم، انا مش شهيد محمد شوقي، عشان خاطري تنزلوا.